هيفا جسمي 26 سنة مواطنة بسكنة في باريس. ما تكون رئيسي كان ما تحلي مشكلة الممارسات اللي نشوفوا فيها في القنصلية. أنا باش نحكي لك حكاية. أنا المعرفات مشيت نطلع في ورقة من القنصلية نهارتها بزهر للوندما بتاع تقديم الترشحات الانتخابات التشريعية. جاء حزب معروف ونجم نسميه العباد شد صف طويل وعريض كالعادة. الإدارة التونسية اللي هي موجودة هي بيتها في فرنسا، صف طويل وعدم النظام والوسخ والعياط ومفماش انفورماسيون للإنترنت للسيت ويب يخدم ولا سيستم طايح، دونك فريمون كاتاستروفيك. ونحن شادين الصف وناس يعلم بها كالربي قدام القنصلية طويلة صفعة طويلة عريض. يجي جماعة مترشحين تعريف باللمضة، نورمالمون مواطن عادي يمشي يشد الصف كيما العباد، يمشي ديريكتومون يطلع دوزيام ايتاج يجي شكون يهزو ديريكتومون للجيشي. انا فقت به عرفته منو مشيت للجيشي قلت له يا معلم هذا تعريف باللمضة راه صف الدين يعمل لي لا مش تعريف باللمضة. وانا رحت شفت تعريف باللمضة خدمها له الموظف ورجع وخرج السيد من باس مينوت قضى قضيته. معناها الممارسات وين ماشيين؟ انت مترشح من توا تستعمل في انا نفوذ حتى مواطن عادي، القنصليه راهي مش تابعه ليزي مش تابعه القنصليه للمواطنين. دونك انت جاي مترشح الى متى الممارسات؟ انتم المترشحين وتحبوا تشدوا المناصب تستعملوا في الممارسات هذه الى متى الى متى الى متى؟